إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. إن الذين يحادون الله ورسوله إن وجوب غنة النون المشددة الذين الياء هنا مد طبيعي يحادون هنا مد لازم كلمي مثقل بمقدار 6 حركات منها حركة المجا جاءت بسبب سكون وليس بسبب همز. الواو هنا مد طبيعي بمقدار 2 حركات يحادون الله لام لفظ الجلالة هنا مفخم لأن سبقه فتح ورسوله الراء هنا مفخمة لأنها مفتوحة الواو ورسول الواو هنا مد طبيعي بمقدار 2 حركات ورسوله كبتوا هنا مد صلة صغرى كبتوا الواو مد طبيعي بمقدار 2 حركات كما هنا أيضا مد طبيعي في الألف بمقدار 2 حركات كبت الذين الياء هنا مد طبيعي بمقدار 2 حركات من قبلهم النون مع القاف إخفاء حقيقي بغنة مفخمة المرتبة الدنيا قبلهم الباء هنا ساكنة شديدة نفك شدتها بالقلقلة قبلهم اللام والهاء هنا إتمام الحركات حركة الكسر نتمها قبله قبلهم طيب قبلهم والميم مع الواو هنا إظهارا شفويا وقد أنزلنا الدال هنا أيضا ساكنة شديدة نفك شدتها بالقلقلة أنزلنا النون مع الزاي إخفاء حقيقيا بغنة مرققة المرتبة الوسطى أنزلنا اللام ساكنة نأتي لها بزمن البينية أنزلنا آيات أول حاجة أنزلنا مد طبيعي وقفا أما وصلا فهي مد منفصل جائز لأن بعد حركة المد جاءت الهمزة في كلمة أخرى إذن أنزلنا هنا مد طبيعي وقفا بمقدار 2 حركات ومد منفصل جائز وصلا بمقدار 2 حركات أو 4 أو 6 أو 5 حركات إذن نعيد مرة أخرى أنزلنا النون مع الزاي إخفاء حقيقي بغنة مرققة المرتبة الوسطى اللام هنا نأتي لها بزمن البينية لأنها ساكنة أنزلنا هنا مد طبيعي وصلا بمقدار 2 حركات في الألف إذا واصلناها راح تكون مد منفصل جائز لأن المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. طيب آيات آيات هنا تقدمت الهمزة على حرف المد صار عندنا مد بدل آيات بعد الياء هنا الألف الخنجرية الصغيرة مد طبيعي بمقدار 2 حركات والبدل أيضا 2 حركات آيات هنا تقدمت الهمزة على حرف المد صار عندنا مد بدل بمقدار 2 حركات الياء آياء هنا الياء بعدها الألف الخنجرية الصغيرة مد طبيعي بمقدار 2 حركات في الألف آيات بينات هنا لدينا حكم القلب بينات النون بعدها الألف الخنجرية الصغيرة مد طبيعي بمقدار 2 حركات بينات و التنوين بعده حرف الواو عندنا إدغام بغنة ناقصة وللكافرين الراء هنا مرققة لأنها مكسورة الياء مد طبيعي عذاب هنا الألف مد طبيعي بمقدار 2 حركات عذاب مهين التنوين مع الميم إدغام بغنة كاملة مهين مهين هنا الياء وصل مد طبيعي بمقدار 2 حركات أما عند الوقف عليها فهي مد عارض للسكون بمقدار 2 أو 4 أو 6 حركات نأتي ببينية النون عند الوقف عليها ولكن عند الوصل راح يكون عندنا مهين يوم راح يكون عندنا إدغام بغنة ناقصة لأن التنوين التقى مع حرف الياء يوم يبعثهم الله يوم الواو هنا
حرف لين وصلا ومد لين وقفا. يبعثهم، هنا الباء ساكنة شديدة نفك شدتها بالقلقلة. يبعثهم الله، هنا حركت ميم الجمع بالضم لمنع التقاء الساكنين. يبعثهم الله، مولاه، هنا لام لفظ الجلالة مفخمة لأن سبقها ضم. جميعا فينبئهم، التنوين مع الفاء، هنا إخفاء حقيقي في غنة مرققة المرتبة الوسطى. فينبئهم بما، إتمام حركات الضم في الهمزة والهاء. فينبئهم بما، الميم مع الباء، هنا إخفاء شفوي، الميم مع الباء إخفاء شفويا. علاقة الميم مع الباء، ميم مع باء، راح تكون علاقة تجانس صغير، والحكم هنا طبعا إخفاء شفوي. بما، هنا ما الطبيعي في القلب بمقدار حركتان. عملوا، الواو ما الطبيعي وقفا بمقدار حركتان. أما عند الوصل عملوا أحصاه، حيكون عندنا مد منفصل جائز. أحصاه، هنا همس الحاء، أحصاه بعد الصاد هنا الألف الخنجرية الصغيرة، ما الطبيعي بمقدار حركتان. أحصاه الله، لام لفظ الجلالة هنا مفخم لأن سبقه ضم. أحصاه الله ونسوه، الواو هنا ما الطبيعي بمقدار حركتان، نأتي بهمس الهاء عند الوقف عليها. والله، لام لفظ الجلالة مفخم لأن سبقه فتح. على، ما الطبيعي في الألف بمقدار حركتان. كل شيء شهيد، شيء هنا الياء لينة لأن ساكنة قبلها فتح. شيء، التنوين هنا بعده حرف الشين، شيء شهيد، إخفاء حقيقي بغنة مرققة المرتبة الوسطى. شهيد، من الياء، ما الطبيعي وصلا بمقدار حركتان، ومد عارض للسكون وقفا بمقدار حركتان أو 4 أو 6 حركات. الدال عند الوقف، الدال يعني عند الوقف عليها نقلقلها إن أصبحت ساكنة وشديدة نفك شدتها بالقلقلة. إذا وصلناها راح يكون عندنا حكم الإظهار الحلقي. شهيد ألم. بارك الله فيكم.